هنتكلم بقى على السوشيال ميديا، فانا اكتر واحده مركزه في الانستجرام وفي متابعيني. يعني انا عندي جيش اسمه جيش النرمينز، عاملين لي صفحات كتيره قوي، عاملين هجوم فظيع على اي حد يغلط في نرمين. فلا انا بقيت بتابع جيش النرمينز ومتابعه كل الناس اللي عندي على البيج، خاصه ان انا عندي 1.5 مليون متابع، فدي حاجه حلوه جدا. الفانز هي اغلى حاجه في حياتي. السوشيال ميديا دايما انا مركزه معاها ومركزه مع تفاصيلها، وبنزل لهم دايما يوميات حياتي، انا بعمل ايه، انا رايحه فين، انا لابسه ايه. ناس كتيره بتقلد لبسي، ناس كتيره مستنيه تشوف ايه نرمين ماهر كل حاجه جديده بتعملها. احلى حاجه السوشيال ميديا فعلا.